هذا إيماني أنا مكتفون بالله. واضح؟ نعم. مريدون للخير قريبون من الله تبارك، قريبون من الناس. نعم. قريبون من الناس أصحاب مبادرات. معليش ممكن تصححوا مريدون هنا تثبتون لأنه الخير ها؟ مريدون ولو لم يدركوا. قريبون من الناس أصحاب مبادرات سابقون ومجاهدون بأنواع الجهاد الثلاثة متوكلون على الله مؤثرون على أنفسهم مندفعون ولو كان بهم خصاصة ورعون محتسبون مندفعون ذاتيا 16 ورعون محتسبون ثم صابرون بأنواع صابرون 18 بأنواع الصبر بأنواع الصبر الثلاثة يطلبون الاجتهاد والتجديد والإصلاح ويغيرون والتغيير والإصلاح 20 أصحاب عزائم متعلقة بعظائم 21 شديد الحب لله ورسوله 22 أقوياء 23 قليلو الراحة 24 مفتقرون إلى الله تعالى. ما شاء الله بارك الله فيك. حكذا انتهينا. طيب هذه مراجعة يسيرة نمر عليها كما تواعدنا. إن شاء الله نحن نتدارس الآن نماذج من أحوال الصديقين وفيها واجد إن شاء الله، وثم ننطلق إلى وسائل للقيام بفروض الكفايات ودرجات الصديقين. نماذج من أحوال الصديقين القائمين بفروض الكفايات ونحوها. الله المستعان. نماذج من أحواله لكثرته لا نستطيع إحصاءه كما قلنا في الصفات، فنماذج من أحواله حتى ما قلنا نماذج كنا نماذج يعني بعض منها. كنت قد أشرت سابقا مثلا إلى شيء منها، لكن تعالوا لنأخذ بعضا مما ذكر في الكتاب والسنة من هذه النماذج أو من هؤلاء النماذج. من هؤلاء النماذج منهم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والتسليم الخليل، ومنهم سيدنا إدريس عليه الصلاة والتسليم، ومنهم سيدنا يوسف عليه الصلاة والتسليم، ومنهم مريم رضي الله تعالى عنها. هذه في القرآن صحيح؟ منصوص عليه جميعا، وفي السنة منصوص على أبو بكر رضي الله عنه جمعنا الله به في الجنة. هذه النماذج الخمسة المذكورة في القرآن بهذا الشكل، وهذا لا يعني أن غيرهم ليس كذلك. طريقة القرآن الكريم أنها اختارت أربعا من النماذج كما سبق الحديث، ثلاث منها أنبياء وأيضا وهم أنبياء وهم ذكور، وهنا أنثى وهي صديقة صحيح؟ ليست نبي. وفي السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين وصف أبا بكر رضي الله عنه بأنه صديق طبعا، وهو أيضا ذكر. فهؤلاء في القرآن وهذا في السنة. هذا المنصوص عليه
ولكن هذا لا يعني أنها أن غيرهم ليسوا كذلك. وهذه من عادة القرآن، من عادة القرآن وطريقته والسنة النبوية، أنه لا يحد، لا تحد النماذج ولا الأمثلة، بل يذكر بعضها ويترك، ويترك الاجتهاد والشهود لبعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المؤمنين: أنتم شهداء الله، أنتم شهداء الله، شهداء الله الذين يشهدون بذلك. فقد تشهدون لأحد أو واحدة بأنهم صدقون، ولا يزال صدقون إلى زماننا هذا بإذن الله تعالى، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه يبقى الصديقون، فأوائلهم على رأسهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يعني لو قلنا مثلا أن الله تعالى ذكر ثلاثة أنبياء عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يعني أن غيرهم ليس كذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم، خير صديق، نبي صديق، وهكذا. لكن القرآن الكريم يذكر بعضا، وما لم يذكره فهو من الأمثلة. واضح يا جماعة؟ مثل أن آتي فأسألك يوما من الأيام فأقول لك عدد لي الأذكياء الذين تعرفهم، فستعدد، لكن هل ستحصي؟ ولو أحصيت فما استطعت. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله صراحة، في آيتين في كتابنا. فهذه الأمثلة يعني هي مجرد أمثلة، ليست هي الوحيدة. ولو جئنا إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والتسليم لوجدنا مواقف صديقيات صديقيته كثيرة كثيرة، منها ما نص الله عليه بأنه صدق الرؤيا في سورة الصافات، في سورة الصافات، لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابنه كما أمره الله في الرؤيا، صدقت الرؤيا، سبحان الله. هذا موقف من مواقف صدقت. ومن مواقفها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لربه سبحانه وتعالى يريد أن يرى علامات، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن. ومن ذلك أيضا أن الله ابتلاه بأن يذهب بابنه الذي كان ينتظره وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه إلى مكة ويتركهما، وهذا من أصعب المواقف. ولو قيل لداعية: اترك أهلك أو أبعدهم أو اذهب بهم إلى مكان كذا، لا صعب عليه الأمر، لكن نبي الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. هذا من صديقيته أيضا، هذه من المواقف. وهناك مواقف كثيرة في حياة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منها أيضا يوم أن أخذوه للإعداد لإلقائه إلى النار، فأركبوه بما يسمى بالمنجنيق أو قريبا منه ليلقوه في حفرة عميقة أو خندق فيها نار، فثبت واكتفى بالله، واكتفى بالله وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو الاكتفاء، حسبي الله. ومنها موقفه، موقف الصديقين يوم ما ضرب وكسر الأصنام، هذا موقف عظيم أليس كذلك؟ ذكره القرآن وثناء عليه عليه الصلاة والسلام.
هكذا من مواقف الصديقيات المذكورة في القرآن أو السنة. ولو كان عندنا وقت طويل لتحدثنا عن كل موقف وأخرجنا منه الفوائد العديدة في صديقيته عليه الصلاة والسلام. ويمكن لأحدكم أن يأتي يوما من الأيام بمشروع أو بموضوع أو بخطبة أو موعظة أو كتاب فيقول مثلا صديقية سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيأتي من حياته بما يدعم ما قال. واضح؟ فهذا مشروع. ننتقل إلى سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام. المعلومات عن سيدنا إدريس عليه السلام قليلة جدا، حتى التي جاءت في الإسرائيليات، وأنا ممن لا يأخذ بالإسرائيليات ولا يكثر منها، و يعني يبتعد عنها ما استطاع، لكن الله ذكر لنا في القرآن واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. لم يذكر في القرآن عنه شيء إلا هذا. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المعراج في إحدى هذه السماوات. وخلط بعض المؤرخين بين سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام وإلياس عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يرى أنهما واحد، والصحيح أنهما مختلفان أو شخصيتان مختلفتان. واضح؟ لا ندري بالتمام من واقع القرآن والسنة كيف كانت صديقيته، لكننا نؤمن بأنه نبي صديق، ولو لم نكن نعلم التفصيلات ولا نسعى إلى أخذها من الإسرائيليات، فإنها قد يكون فيها المحرف والمبالغ فيه. والله لو رجعنا قليلا إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، من مواقفه في صديقيته مواقفه المتعددة مع أبيه ومع قومه. واضح؟ نعم. فهذه المواقف. ننتقل إلى سيدنا يوسف عليه الصلاة والتسليم، فأيضا يمكن أن يكون فيها مشروعا لك أو خطبة تعدها أو كتابا أو مقال في رحمه الله في صديقية سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. لو جينا نعدد صديقية سيدنا يوسف عليه السلام سريعا فيما ذكره الله عنه، من يعرف؟ نعم، الآية الثالثة من أوائل السورة، إذ قال لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طيب هذا هو غلام، هو غلام، نريد صديقيته وهو نبي وصديق. ها يلا ماشي. هذا موقف من وهو طفل أو هو غلام عليه الصلاة والسلام. أيضا تفضل. لما عرضت نعم، لما رفض الاستجابة لامرأة العزيز مرارا. أيضا الدعوة في السجن، عندما دخل السجن بدأ في الدعوة، الدعوة إلى الله في السجن والصبر على ذلك. وأيضا نعم أنه سامح إخوانه. يا سلام، النفوس الصافية. يا سلام. وأيضا أنه فضل أيضا تقدم للإصلاح في بلد وثني، ما قال نحن في بلدي الحاد وثنية ويترك يقول مالي ولهذا الشأن أبدا. بالعكس قلنا عرض عليه وإيش ومكن وقام بهذا الواجب. يا سلام. وأيضا صبر في السجن. نعم صدقه في قوله قال معاذ الله أن أخذنا وفعنا عندنا. نعم صدقه في قوله. نعم أيضا تفضل. مع
معاملته لأبويه. يا سلام، معاملته لأبويه، بره لأبويه وهو صغير كما قال أخونا علاء، وأيضا وهو كبير لم يغيره المنصب، لم يغيره الحال، هذا هو الصدق. طيب آخر موقف من موقف سيدنا يوسف عليه السلام، الصبر على الأذى. الصبر على الأذى، أيضا تعرضه للنسوة في المدينة وتركه ذلك، أيضا هذا مشروع يمكن أن يكون نافعا بإذن الله. طيب ننتقل هنا إلى، انتهينا من الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، هنا مريم عليها رضوان الله تعالى، السيدة مريم عليها رضوان الله تعالى. هنا من يذكر من صديقيتها شيئا؟ وأمه صديقية، وأمه صديقة، وأمه صديقة، من يذكر من صديقيتها شيئا؟ ها؟ تفضل. أحسنت فرجها. أحسنت فرجها، يا سلام. وأيضا يعني أحسنت فرجها يعني عفيفة، هذا قلوب للصديقات أو الصديقيات، هذا الصديقات يعني اجعلوهن يسمعن مثل هذا، كيف كانت صديقة عفيفة. وأيضا وأيضا دكتور، قالت هو إنها مكتفية بالله، مفتقرة إلى الله، يا سلام، ماشي جميل. وأيضا ثم جاء جبريل عليه السلام في صفة رب الله، نعم، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. طيب أحسنت، يعني فيها العفة، يا سلام. وأيضا الحمد لله. وأيضا نعم، نرجع لك على نعم، تفضل. الله، نذرت لله ما في بطنها. لا، هذه أمها، هذه أمها، لكن هي ماذا فعلت؟ كيف صبرت؟ نسيتم صبرها عند ولادتها، صبرها عند إتيان بشيء لا يمكن أن يصدق من الناس، هذا تحمل لا يتحمله إلا المجاهدون، هذا نوع من أنواع الجهاد، صحيح ولا لا؟ والصبر، من الرجال استطاع أن يأتي بمثل هذا؟ واضح؟ حتى إنها قالت عند الولادة وكنت نسيا منسيا. طيب مواقفها كثيرة، نعم، قوتها شيخ في الدعوة أن رجعت بعيسى عليه السلام لقومها، وهذا شيء يعني سبحان الله، يعني قوتها في المواجهة. طيب ها علاء، قلنا نرجع إليك. إني نذرت للرحمن صوما أكلم اليوم إنسيا، نعم. طيب يعني عابدة، ها؟ طيب آخر آخر محاولة، أنا عارف أن عندكم كثير، نعم. يقينها بالله وتوكلها عليه لما أشارت إليه. نعم، يقينها بالله فأشارت إليه، قالوا كيف نكلمه؟ من كان في المهد صبيح، وغير ذلك، واضح؟ وتنحيها في أول الأمر وتعبدها، تذكرون؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب، هذا مما يدل على صديقيتها. طيب ننتقل طبعا ولم نوفي، وأيضا هذا مشروع يمكن أن يقدم لمن يقدم منكم دروسا للنساء أو محاضرات خطبا أو شيئا، هذا درس عظيم، طبعا ينفع الرجال لكنه أيضا ممكن يكون، يقول صديقية مريم عليها رضوان الله، ممكن يكون موضوعا قيما مؤثرا فيهن بدون ما تقول لها افعلي كذا وكذا، حتى أن الموضوع ينفع أيضا لأهل الكتاب المسيحيين. يا سلام، لأن أهل الكتاب يؤمنون بها. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، أمد لك يدي، سلامة. أحسنت، جزاك الله خير والسامعين، ما شاء الله، هذا جيد، هذا الموضوع فعلا ينفع حتى لغير أهل الكتاب. طيب أنا أعرف أن لديكم الكثير، لكن هذه مشروعات تبقى إن شاء الله ينفع، وإذا الله فتح على أحدكم في سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام
فسأستفيد منه إن شاء الله، لأني عبد جاهل، فأستغفر الله تعالى. أما سيدنا أبو بكر نصف السلام قلنا في حديثين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمتلني الله في عمري فسأخرج يوم من الأيام كتابا بعنوان خطى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، أو خطى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصديقية. وهذا أيضا ينفع أن يكون لك مشروعا، ينفع الله به كثيرا. تريد تحمس الشباب، تحمس الدعاء، دائما أحتاج أقول إيش في شيء يحمس، أعطونا كلمات تحمس الناس لدين الله وللصديقية. خذ ولا تبالي، من مواقف سيدنا أبو بكر الصديق وفي صديقتي. يلا نعد من مواقفه السريع، السريع بدون تعليق، سريع نعطي بس عنوان موقفه مع كذا. أينقص الدين وأنا حي. الله أكبر. وأيضا من كان يعبد الله فإن محمد قد مات. اللهم صل وسلم. نعم أبا خبيب، صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، هذا هو الأولى في المعراج الإسراء والمعراج. نعم، عندما دفع كل مال، كل مال. الله أكبر. أين نحن؟ نعم كريم، كريم. نعم أول من آمن، أول من آمن. نعم محمد، إذا كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت. طيب إن الله حي لا يموت، لا بس. نعم نعم، كان الأول في كل شيء، الأول في كثير من الأشياء، لا نقول في كل شيء. ها طيب، صحبته في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة، في الهجرة. الله أكبر. ومواقفه فيها. نعم، كان دائما جاهزا لخدمة الدين، جاهزا لخدمة الدين. نعم، في قصة إسراء والمعراج عندما صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. نعم، صحبته في غار الحراء. نعم، صاحب مبادرة، صحبته في غار الحراء، في غار ثوب، صاحب مبادرة عندما دخل الإسلام أتى بسبعة من البشرة. يا سلام، بستة بس اللي هو السابع. طيب نعم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا خير بين يعني الحياه واللقاء فبكى. نعم نعم، لا اقاتلن من فرق بين الصلاه. يا سلام، احسنت، في حرب الرده. نعم، فاعفوا واصفحوا. نعم نعم، في قصه الافك، بكاء في الصلاة. نعم، حبه للنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، إنفاذه جيش أسامة، اقتداءه بالنبي صلى الله عليه وسلم، من شهد منكم اليوم جنازة قال أنا، من عاد مريضا قال أنا، من قال أنا، من أصبح صائما قال أنا. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صاحبه رضي الله عنه، واضح؟ طيب، إلى آخر الموقف، فهذا مشروع يبقى لك أيضا، لعل الله ينفع به إن شاء الله. الواجب، الواجب، نحن أخذنا في كل حلقة واجب كذا؟ تكتب لنا خطبة، لا، أن نكتب خطبة. لا يا شيخ، طيب الشيخ يبغاكم تكتبوا خطبة. لا لا لا، أنا أريد منك أن تأتي، طبعاً عندكم اليوم واجب أول وهذا واجب ثاني، كلها واجبات فكرية، الأول عن نفسك صح؟ الواجب الثاني هو في النماذج. أريد منك أن تجتهد معي في ذكر نماذج تصطفيها وتختار نموذج من القرون الأولى. القرون الأولى يعني الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين. واحد. نموذج الثاني من أواسط القرون، من أواسط القرون، يعني أواسط يعني أقصد مما بعد تابع التابعين إلى ما قبل عصر الحاضر. والثالثة أن تصطفي وتختار من عصرنا الذي تراه. ثلاثة، بدون ما تدرسها ولا شيء، لكن تقول أنها هي أحق. أنا أعرف أنها ستزدحم عليك الأسماء، لكن المهم أن أظن انتهى. نعم،
المهم أنك تأتي باسم واحد في كل طبقة. أخذنا ثلاث طبقات، الطبقة الأولى الصحابة والتابعين والتابعين، والطبقة الثانية ما شئت من بعد ذلك إلى قبل عصر الحاضر، الثالثة في عصر الحاضر، يعني في عصرنا الحاضر. اسمه أشخاص؟ أيوة، شخص واحد واحد. فين فين أبو محمود؟ شخص واحد في كل طبقة، واحد فقط. طيب هو كريم. طيب واضح، واضح الواجب. طيب أرجوكم، ليس هذا وقت، أريدكم في كذا وقت الراحة والاستجمام وتركز. إذا ازدحمت عليك الأسماء فاختر أول من تقدم، ولاحظ لا تأتي بشيء من هذه الأسماء إطلاقا في الطبقة الأولى، تمام؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأني ذكرته. لم تذكر شيء إلا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب واضح؟ طيب أنتقل وإياكم في هذه الدقائق القليلة إلى شيخ. أريد فقط تسمعوني ولا لا؟ نعم. الطبقة الثانية فقط، يعني الطبقة الثانية يعني من بعد تابع التابعين إلى قبل عصرنا هذا. يعني عندك كم قرن؟ عندك حوالي يا سيدنا، عندك حوالي 12 قرن ونصف أو أقل، تختار منهم واحد بس. واضح؟ ترى أنه وربما هذا في المستقبل، لا بدون دليل، بدون دليل، هذا اختيار. وربما في المستقبل هذا يدعوك يوم من الأيام ليكون مشروعك أن تختار فتكتب فيه، أو تختار فتخطب فيه، أو تختار فتجعله قدوة لك إن شاء الله. البطارية وين انتهت؟ طيب من أول البطارية. طيب ننتقل إلى الفقرة السادسة معنا، وهي وسائل للقيام بفروض الكفايات وبلوغ درجات الصديقين. وسائل، جعلت هذه الفقرة خصوصا لأننا أمة عملية لا نعتمد على القول فقط أو على الكتابة فقط، بل إننا أمة نحتاج إلى وسائل عملية فيها. يعني كيف؟ يسأل السائل منكم، وأنا أتوقع لو كانت الدورة لم آتي بها في هذه الفقرة في وسائل عملية للقيام بفروض الكفايات وبلوغ درجات الصديق، لقال لي أحدكم كيف أكون صديقا، صديقا، أو يسأل السائل كيف نكون صديقين، أعطنا وسائل تعيننا على ذلك. صحيح؟ وهي كثيرة، ويمكن أن نعنون لها فنقول أيضا بعبارة من حتى نتواضع. تعلمت في حياتي شيئا أريد أن أبثه لكم، ممكن؟ نعم. تعلمت من سيدي يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال وهو يحمد الله، قال ربي قد آتيتني من الملك، لاحظ من ايش؟ من الملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث. ليش ما قال ربي قد آتيتني ايش؟ الملك وعلمتني تأويل الأحاديث كما نقول نحن. فدائما حاول ما استطعت مع الله ومع خلقه ومع نفسه ان تجعل من هذه تدل على تواضعك من قلبك، فتقول من، مما أحفظ، مما أعرف، من وسائل، من، ولا تجعل كلماتك يعني كأنها مطلقة وكاملة، لا، بكل تواضع.
مما يبدو لي من شوف مما يبدو لي فيها من هذا هذا التواضع لله يرفعك الله به في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر فتعالوا لنتواضع فنقول من الوسائل وسائل ماذا؟ من وسائل من القيام من وسائل أو ممكن نقول من الوسائل خلينا نقول العملية حتى نرتبط بالعمل ها والعلمية ها للقيام بفروض الكفايات وبلوغ درجات الصديقين اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لاحظتوني من أول الدورة أنا أقول اجعلنا معهم سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أيضا من تواضعه مع ربه سبحانه وتعالى قال وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين يعني كأنه كأن حاله لا يوصله إلى ذلك فألحقني بهم يا الله اللهم اجعلنا معهم وألحقنا بهم يا رب العالمين طيب نحن نريد الوقت ضيق لكن نريد أن نعمل مجموعات مختصرة كل أربعة أريدهم كذا يجتمعوا اختاروا أربعة أربعة كل أربعة يجتمعون بالكراسي لا يلزم بالطاولات أربعة سنعطيهم أربع دقائق يعني لكل واحد دقيقة أربعة كل أربعة أشخاص يجتمعون سويا وسنبدأ الوقت سنعطي لتخرجوا وسائل عملية وعلمية نقصد علمية أيضا متعلقة بالعمل أربع أشخاص يستديرون على بعضهم في هذا الموضوع ممكن؟ نأخذ أربع دقائق طيب أربعة ممكن الأربع الأوائل ممكن أربع الأخيرون يلا يا شباب التفوا على بعض شوف المجموعة النموذجية والنموذجية والنمو أيوة شوف كيف انقلبوا ما شاء الله يلا كل أربعة يا إخواني أرجوكم لم نبدأ لكن يعني تشاوروا حتى نبدأ الوقت كل أربعة إذا ما عندكم رابع شباب عندنا إشلون زي تاني ممكن تعطونا طيب تفضل جديد تاني مشكلة أي تعال معهم لا لا مكان هو يأتي بكرسي طيب أربعة يا شباب أربعة يا شباب أنتم هنا أربعة أربعة ما شاء الله طيب أربعة دكتور ياسر تعال هناك أربعة طيب أنت وبنت الطيب هذا وين معكم هذا يلا يلا أنتم أربعة المطلوب يا إخواني يا شباب يا أيها الصديقون أيها الدعاء إن شاء الله نريد بعد البداية الآن أرجوكم أوقف النقاش نريد منكم وسيلة واحدة فقط وسيلة واحدة من كل جروب أو مجموعة وسيلة واحدة يعني سيأتي كل واحد منكم ربما بوسيلة لكن نريد الأغلب أو بالإجماع أنها هي الأهم نريد أن تذكروا ما هي الوسيلة الأهم للقيام بفروض الكفايات وبلوغ درجة يعني الآن في الأربع دقائق ستأتون بأربعة ثم تصطفوا من هذه الأربعة واحدة إما بالإجماع أو
أو بالاتفاق والتطاوع والتنازل أو بالأغلبية. واضح؟ واضح؟ أربع دقائق عندكم، الوقت بدأ، تفضلوا. تناقش تناقش، تطاوعا ولا تختلفا. مضت دقيقة. شيخنا كل سؤال في الوقت لك في مجموعة تأتي بأربعة وتقرأ واحدة، تختار من الأربعة واحدة ولا تأتي بواحدة فقط؟ واحد تأتي، يعني ممكن تأتي بأربعة لكن تختار واحدة. مضت دقيقتان ونصف. خمسة عشر ثانية فقط. إلا انتهى يرجع مكانه. ابقوا مكانك، ابقوا مكانك، ما في مشكلة. ثانيتان. شكرا لكم جميعا، جزاكم الله خيرا. استقبلوا القبلة. استقبلوا القبلة. استديروا يعني. استديروا. استديروا واجعلوا بيوتكم قبلة. سيدنا موسى عليه السلام. طيب جزاكم الله خير، شكرا لكم. نسأل كل مجموعة. ممكن يا جماعة؟ ممكن؟ نسأل المجموعات. المجموعة الأولى انتهيتم؟ استفيتم أربعة وانتهيتم إلى واحدة؟ نعم. طيب التي تليها نفس الكلام؟ نعم. أنتم؟ نعم.
المجموعة التي تليها أنتم ما شاء الله أنتم 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 المجموعة الأخيرة ما شاء الله بارك الله فيك. طيب كم مجموعة عندنا؟ عندنا هنا ثلاثة، هنا عندنا ثلاثة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، عشر مجموعات. كم صندوق هنا؟ 15 طيب 15 14 15 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 عندي دينار، هذا دينار سهلة ولا لا؟ قال أربعة إيش؟ عندي ثلاثة تريد اثنين؟ هذه واحد. هل تدري نهاية النكتة؟ أه؟ عندما قال له الابن جزاك الله قالوا في حلقة ثانية لا؟ نعم طبعا حلقة ثانية قال له ابن لا أريد قال جزاك الله خيرا فسمع هذا أبوه مطوع بخيل طبعا لا أقصدك يا أخي لا على إنما هي بس إيش شيخ مع احترامي لك فأنت تكلم براحة لا ما في مشكلة أنا ما علي من حساسية أحد أنا أراعيكم جميعا إن شاء الله هذه 15 هنا عندي أنا عندي 15 وسخ تمام لكن أتركوا وسائلي سأستمع إلى وسائلكم سريعا بدون تفصيل كل مجموعة تقول حتى ولو تكررت الوسيلة يقول وسيلتنا التي رجحناها كذا بدون تفصيل واضح؟ ولاحظوا تجيبوا تأتوا بها بصيغة الوسيلة يعني كيف؟ يعني السعي في الأرض النوم مبكرا هكذا يعني بهذا الطريقة واضح؟ مثل ما قلنا الصفات مطيعون مجاهدون صابرون هنا نقول منها فنستمع إلى المجموعة الأبعد الأولى أرجوكم جماعة تفضل إذن هي اصطفاء المهارات هكذا اجتهاد طيب المجموعة الأخيرة هنا تفضلوا المتحدث الرسمي من الوسائل العملية والعلمية للقياس بفروض الكفايات بلوغ درجة الصادقين الصديقين طلب العلم الشرعي طلب العلم الشرعي المجموعة الأخيرة محاولة تأسيمها طيب نرجع إلى المقدمة تفضل مجموعة نرفع صوتكم من المتحدث الرسمي هو أمير المتحدث طيب تفضل هو تفضل شوف التواضع هذا جيد يعني هذا التدافع هذه صورة من صور التواضع لله نعم بارك الله فيك جميعا التعلم من سير الصديقين ومحاولة تطبيقها في الحياة اليومية. يا سلام أحسنت اقتربتم مني بس بعبارة أخرى لطيف أنتم مقدمة. ناطقنا الرسمي بإذن الله تبارك وتعالى أخونا علاء. ما شاء الله. من الوسائل العلمية الوسائل العملية والعلمية القيام بفروض الكفايات وبلوغ درجة الصديقين المجاهدة على مدارسة كتاب الله جل وعلا وتطبيق العمل به في شؤون حياتنا. المجاهدة على تعلم كتاب الله نعم طيب جزاكم الله خيرا وسامعين نعم تفضل المجموعة الأولى اتفقنا على هو يكون الصبر على تطبيق معاليم تطبيق الصبر كذا؟ لا الصبر على تطبيق معاليم الصبر على تطبيق معاليم نعم معاليم طيب جيد المجموعة الوسطى هنا بناء مؤسسات دعوية نعم المجموعة الوسطى الأولى وفي الوسطى الثانية نعم تفضل المتحدث الرسمي فيكم لا هنا أنتم هنا
شدة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم، المجموعة الأخيرة تقليل الراحة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تقليل الراحة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله أشكر لكم على التفاعل، وسأمر عليها سريعا على عادتي معكم قبل قليل يعني الحفاظ على الوقت إن شاء الله. طيب، لاحظوا أن الصفات والرسائل ترتبط ببعض، ولذلك بعضكم أتى ببعض الصفات وجعلها وسائل. تذكرون في الصبر، وأيضا هنا في تقليل الراحة، في الجهة المجاهدة ونحو ذلك. طيب، على رأسها جميعا الإيمان بالله ورسله عليه الصلاة والسلام، هذه في سورة الحديد، صحيح؟ طيب يلا، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذان على الرأس. طيب، أيضا من الوسائل معنا من الوسائل بارك الله فيكم، نمر سريعا، حمل هم الأمة، حمل هم الأمة في الدعوة إلى الله والإصلاح، حمل هم، وانتم تكملوا الباب. طيب، أيضا منها الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم الصديقين، الاقتداء به. منها أيضا التعاون على البر والتقوى مع المصلحين. منها أيضا القيام بمشروعات مؤسسية، بمشروعات مؤسسية، مشروعات مؤسسية ترعى ما يقومون به فلا يغلب على مشاريعهم الفردية، فلا يغلب على مشاريعهم أنها تقوم على الفردية. أيضا الاستخارة والاستشارة، الاستخارة والاستشارة، هكذا نقول، والاستخارة والاستشارة. أيضا طبعا هنا معلش اكتبوا الاستخارة والاستشارة الدائمتان، الدائمتان. أيضا منها البحث عن فروض الكفايات، البحث عن فروض الكفايات في بيئتهم والقيام بما يستطاع منها. هم يبحثون، ما ينتظرون من الوسائل. أيضا من الوسائل كما سبق لما ذكرت لكم وقلت سيأتي الإشارة والنصيحة هنا، والنصيحة والتحفيز والتشجيع. تذكرون كلامي؟ نعم. طيب، الإشارة مثل إسحاق إبراهيم لما أبدع وقال لو أن أحدكم، لو أن أحدا عمد إلى صاحب، إشارة يشير أو ينصح، يقول لو أنك توجهت إلى كذا أو توجهتم إلى كذا أو يوجد هذا الثغر المهم ونحو ذلك. كذلك طبعا هو تحفيز ودعم لفروض الكفاية. أيضا منها الذي مر بنا الورع، الورع أيها الصديقون. منها أيضا مصاحبة من؟ من يستطيع أن يقول؟ ها؟ الصديقين، يا سلام. طيب، القائمين بفروض الكفاية. أيضا هنا الإكثار من النوافل بأنواعها، الإكثار من النوافل بأنواعها. الثلاث الأخيرة
التصديق واليقين، التصديق واليقين بأمر الله ونصر الله ودين الله والغيبيات واليقين. وقبل الأخير تقديم المبادرات، هذا الجروب هنا بنال تقديم المبادرات والمشروعات دائما والعمل فيها ولها. انتبهوا، تقديمها، تقديم المشروعات المبادرات والمشروعات ودائما والعمل فيها ولها. ما يأتي بالفكرة ثم نقول له قم بها، قل أنا مجرد، هذا الذي يقول مجرد نقول له تجرد. واضح؟ طيب، نحن لا نريد كلاما. تقديم المبادرات والمشروعات دائما. طيب اخيرا، لماذا اخرتها؟ في ظني انها اذا وجدت اتت بالبقيه او بالكثير، وهي التماس. يلا من يعرف؟ يا سلام، فينك؟ باشمهندس. طيب بجيك واسلم عليك، تستحق، تستحق هذا. ما شاء الله، أنا أديك، لا يسلمك. طيب، التماس أوقات وأماكن ورجال وكلمات البركة. أربعة. التماس البركة في الزمان والمكان والرجال والكلمات. تذكرون في اللقاء المفتوح الذي حضر منكم معنا؟ لأننا نقول دائما الوقت ضيق، لا أستطيع، الصديق نقول له التمس وتوكل على الله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أرجو أن يكون هذا لكم واضحا الآن. لا تنسوا الواجبين معنا، الواجب الأول على المستوى الشخصي لكم في ثلاث شعب، والواجب الثاني في النماذج أيضا في ثلاث طبقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير، وأشكر لكم تفاعلكم اليوم. اليوم أنا يعني شغلتكم كثير وتحركنا، لكن أسأل الله تعالى أن